بتتكلم في الموبايل وانت سايق؟ مفيهاش حاجة يا باشا، ما كل الناس بتتكلم. وكمان بتبجح؟ انزل من العربية. حاضر يا باشا. يا باشا انا مقصودش ابجح ولا حاجة. خش. فضل فضل حاضر. فضل حاضر. فتشوا العربية. فتشوا العربية ليه يا باشا؟ العربية مفيهاش حاجة. فتشوا العربية. افتح افتح. اخلص. اطلع اطلع. دي شنطة دي في العربية. افتحها. عم صبري اتمسك بالشنطة. ما خرب بيتك عم صبري. وبعدين يا ريس، عم صبري اتمسك بالشنطة. ضيعني الحيوان. والبت دي هنعمل فيها يا ريس بعد ما عم صبري اتمسك بالشنطة؟ ولا ليني مع عم صبري هو اللي اتمسك بالشنطة. خلاص يا بت، بنتي دي هتشرف معانا لغاية ما نشوف حل في المصيبة دي. مصيبة ايه يا ريس؟ بتاعت عم صبري اتمسك بالشنطة. يا باشا الشنطة دي مش بتاعتي، مش بتاعتي. احلف لك بيه عشان تسكت. الكلام ده بقوله في الاسم. حبيبي يا بابا، حبيبي يا يوسف، أبوك لأول مرة في حياته مظلوم، وأنت الوحيد اللي هتقدر تثبت براءته. ما تخافش يا بابا، أنا مستعد أعترف لهم إن الشنطة بتاعتي. لا لا، أوعى تعمل كده. لو أنت ابني بصحيح تثبت براءة أبوك وتنقذ حبيبة. حبيبة؟ هي فين حبيبة؟ مخطوفة. مين اللي خطفها؟ نخنوخ صاحب الراس، الراجل اللي اتبدلت شنطتك معاه في الأوتوبيس. أنا مرضيش أقول الكلام ده لوكيل النيابة عشان أنت اللي تقوم بالمهمة دي لوحدك يا بطل. طب اتورطنا بابا وتقول لي بطل. ماشي، هتشوف هتشوف ابنك هيعمل إيه. زمالك هو حسام حسن. ابراهيم حسن، تصعيدة عالية. وائل جمعة يقطعها على طول لابراهيم سعيد اللي عامل مباراة. يا نهار احوس، ده احنا خاطفين واحدة. هو حسام غالي في وسط البلد. جعانة جعانة قوي. انتوا يا عصابة، انتوا يا منحرفين، انتوا يا اللي خاطفيني. هي الناس اللي هنا ما بتهتمش بالمخطوفين ليه؟ مالك يا بت عامله دوشه ليه؟ احنا مش فاضيلك، انا قاعد بتفرج على ماتش كره هيجنني. كل فرقه نازله ب 22 لعيب وكورتين. يعني بتتفرج على الماتشيات دي كلها وسايبني لوحدي؟ انا بخاف. تخافي من ايه ما انت مخطوفه؟ انا جعانه قوي، وانا والله هموت من الجوع، بس مفيش اكل هنا، حاجه تقرف. طب ما تطلب لنا اكل يا سمكاي. طب اطلب لنا اكل عشان خاطر. بس ازاي يعني؟ ديليفري. لا معرفش حد بالاسم ده هنا. ده واحد صاحبنا انت ما تعرفوش، فاتح محل سمك وبيعمل ملوخيه كده.